هذه هي أجواء الجمعة زردة بصيدها. والسلام عليكم شباب. قالوا الجمعة زردة، بسم الله توكلنا على الله. أمال أنا يا أولاد عندي العدة جاهزة، وفي محل مكسرات اسمه ميراد. هذا أنت شن تبي مكسرات؟ لا بجديات، شن يخطر على بالي؟ حتى اللي مغلف بالشوكولات. والعدة جاهزة وللسيارة وبعد الحي الإسلامي زوز كيلو كم دحوة وطريق العزيزية والخضرة منها وفي أحضان الطبيعة. وهو شتاشن في متعة أكثر من المتعة هذه. فمواضيع بسيطة جدا ما تكلفه. والخدا أنت شن تبي منه؟ وبأقل الإمكانيات زوز كيلو كم دحوة. وشوف التمزيق على وصوله. أمال أنت هدرز وجيب لي موس أقوى من موس الشريف، وأنا نعطيك بالإثبات. فالعيب انك تستخدم زيت في وجود الصنمة. وكبة الحوار انتم مش غابين فيها. ولا تقول لي معلق ولا لا. والله هذه المتعة، راك حطيتها في طاجين بتتمتع، حطيتها في طنجرة بتتمتع، وبالك لما تنزل عليها بشوي خضرة. شوف انت تمتع، انت تعذب. تواك وصحن سلطة على جنب، فلباس بالهريسة العربية والجبنة، ولباس حتى في كل فم تاكله منها تتقرمش. اقنعني انت علاش ما تحبش كبدة الحوار؟ الطاجين كمال جيب الطنجرة. باهي نقول لك حاجة، هذه اجواء. وفي النسمة الباردة والجو المصقع. قهوة عربية في احضان طبيعة، أنا ما نقدرش ندير غير هيك. اصلا حتى الوضع مش طالب الا هيك. ومكسرات ملبسه بالشوكولاته وقهوه عربيه داكنه ماكنه. اوه يا حاش، وريني اعطيني، متعني، عدبني. فسامحني لو انت بتقول لي مش اجواء عذاب. وهذه القهوه ملبسه بالشوكولاته. امال هذه اجواء على الخفيف، وهذه رحله الصيف. فهيا نتوكل على الله والاقسام على الله، وقول شن حصلنا من طير الكروان باهي. فانت بتقول لي لحم تكاسحه وموضوع وقصه، لا 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 خليك معي. هذا يا حاج الطير مهاجر، واكثر من يصطادوا في جماعه الصقور حاليا وقته وموسمه ومهاجر ومشحم. فهادم اكبر غلط ضروا ختمه من فوقنا. وتبادلنا الحديث، قلت غاش القصه، قال لي هذه سخمة في الساحل والامور زايه. وطنجره المكرونه، وما تستعجلش ماهيش بالكروان، لان الكروان قاعد تبكبك على حالها 3 ساعات. اما الطريقه القويه والاقوى للكروان، شوشطه على النار. اللي في الشوشطه بتنحي الزغب منه بيطلع شحم، الدهان اللي فيه بيقع. شد معي وركز هنا، بعد التدهينه تفتح. وبالله عليك شوف لي الشحمه اللي فلما نقول لك طير مهاجر، فيعني الطير هذا سارح، والطير السارح هذا مصيره مجهول، والمجهول هذا مقع مزحدانا في الشوارع. باهي ركز معي على حالها. فتلهليبة النار تلهليبة شحمة. تمهناش هو طير رهيب، وبالله الدهان متاعها حتى بخبزة تاكله. والله على البنة اللي فيه يا راجل، عذاب متعة تتمتع تاكل. وفي الأجواء المصقعة المتلج جبوطيك مش داير لك حل يا صاحبي. هنا الحل بتيجي، هنا الحرارة، وركز لي على الركبة. لا والله هنا قصدي عيب، حتى ركز لي على الشحمة اللي باهي لحقت حتى نصورها. والله الطير هذا أول مرة لما تاكله حتعرف قيمته، أما بتهدرس بس. فهذا طير الكروان، فصيطة ما كترناش هلبة على، ولكن يلزمها وتختمها بمكرونة بالوطني. أنا متأسف جدا على التوخير، ولكن الزردة وشتي والصقع كانك ما استغليتهمش الفترة هذه، بيريحوا عليك. نعمة كريم، اللهم لك الحمد. والساعة 11 مطفيين في الحوش.